Babalar günü ايضا اهنئ جميع الاباء بعيد الاب الذي نحتفل به اليوم، واتمنى من الله ان يكون وسيله لمستقبل مشرق. اسالكم هنا، سوف تصرخون الصرخه ليسمعها جميع المواطنين الاتراك في كافه انحاء تركيا، وليسمع صوتنا من فان وهكاري وبورصه وادرنا وانقره، وسوف نعطيهم ونبعث بهم المحبة والجرأة. سوف تصرخون لتسمعكم سراييفو وإسلام أباد والقاهرة وبغداد وغزة. سوف تصرخون الصرخة لكي تجعلون الذين كانوا يخططون لخرب تركيا يرجفون أمام شاشاتهم. إسطنبول، إسطنبول، هل أنت جاهزة؟ ديموكراسيه sahip çıkıyor muyuz؟ هل تقفون وراء الديمقراطية؟ إسطنبول، إسطنبول، حقوقا sahip çıkıyor muyuz؟ هل نحن ندافع عن القانون؟ إسطنبول، إسطنبول، هل تدافعي عن إرادة الشعب؟ إسطنبول، هل أنت إلى جانبي؟ هل نحن وحدة؟ وهل نحن إلى جانب بعض؟ وهل نحن إخوة؟ إذا هذا هو الحقيقة، وهذه هي الحقيقة. İşte Türkiye bu. Yazılı ve görsel medya, sosyal medya. الإعلام المرئي والمكتوب والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكات الإنترنت. انظروا، هذه هي الحقيقة وهذه هي الصورة الحقيقية. دوستا دشمن دا artık şunu anlasın. على العدو والصديق أن يعرف ويدرك تماما أن تركيا ليست عبارة عن ساحة تقسيم. تركيا ليست عبارة عن ساحة وحديقة الكهول في أنقرة. تركيا وتركيا هي أيضا قاسم باشا. تركيا تركيا أيضا هي فاتح. وتركيا هي أسكدار. سوف أعد جميع الضاحيات التابعة لإسطنبول، كيتشوران وألطندا ومامق، وتركيا قيصري وسيفاس وأرزروم و سامسون. إخواني، تركيا هي مرسين وأدنى وأنطاليا. تركيا هي طرابزون وريزة ومغلا وموش وديار بكر ويوزغات. تركيا وفي الولايات 81 و المواطنين الأتراك 76 مليون، نحن وحدة. هذه الدولة دولة كبيرة وشعب كبير. وأنا فخور بكم أيضا. أنتم كل ما كنتم إلى جانبنا، نحن لا نقلق. إن شاء الله 2014 وإن شاء الله في الانتخابات الماضية حصلنا على 50%، والانتخابات المقبلة سوف تفجرون صناديق الاختراع إن شاء الله. بير وبرابر كلان Selçuklu'nun
إذا نحن أحفاد دولة السلاجقة التي جمعت الشرق الأوسط تحت علم واحد، ونحن أحفاد الدولة العثمانية التي جمعت ثلاث قارات تحت علم واحد. تركيا حاربت ضد الدول السبعة وهزمتهم وأنجزت الجمهورية، ونحن لا يمكن أن نقع في الكمين الذين يحاولون أن يصبوه، لا يمكن أن يقعون يوقعون في هذه الكمائن.